اهلا بكم في حوار اليوم، واهلا بالدكتور ماريو عون، عضو الهيئه التاسيسيه في التيار الوطني الحر والوزير السابق. اهلا وسهلا فيك دكتور عون. عندنا عده مواضيع، بس بدي بلش من الموضوع الداخلي اليوم على عكس الموضوع الخارجي. ليش كل المبادرات يلي عم تطرح في السوق السياسي في الساحه السياسيه ما عم بتلاقي اجماع، عم بتلاقي دائما رفض وصد من فريق معين ضد فريق اخر؟ يعني هلا مبادره الرئيس بري لا يبدو انه العماد عون أيدها، لكن في نوع من حرب باردة عليها. يعني خليني أقول لك أنه بالواقع الوضع الداخلي نحن فيها نقول عنه هو بعملية روح مكانك، وهذا الشيء على كل حال صاير طبيعي بالنسبة للوضع السياسي العام بلبنان، وبناء طبعا على الانقسامات السياسية الحادة الموجودة، كما أنه مش عم بيحصل شيء حول لبنان من مشاكل واضطرابات وتهديدات. على كل حال اللبنانيين باقيين ببعض مترسين بمواقعهم السياسية ومنقسمين وحراك، يعني خلينا نقول يعني ان شاء الله لا يعني مثل كانه يعني بلا بركة. خليني اقول هلا طبعا انه اذا بدنا نقول بالمسؤوليات، يعني هو تعود طبعا الى انه القرار اذا بدك السياسي الحقيقي هو منه موجود بالداخل اللبناني. هيدا هو يلي عم بيخلي الامور انها تتعرقل، وعم بيصير في نوع من محاولات الحراك لحتى يقولوا انه كما وانه اللبنانيين حقيقه هن اسياد لقراراتهم ومواقفهم السياسيه. في البعض هن اسياد، بس ولكن انه للاسف انه غالبيه الطقم السياسي الحالي بلبنان هو حقيقه يعني خارج اذا بدك السياده الوطنيه الحقيقيه بالنسبه للقرارات تبعهم، وهذا الشيء اللي عم بخلينا اذا بدك نكون بالموقع اللي نحن فيه حاليا. يعني خليني اقول انه مثلا طبعا انه جنرال عون والتيار الوطني الحر هو سيد بموقفه، انا بشوفه دائما وبعرف انه بشوفه انه باحسن حالاته على الصعيد اليوم الراحة السياسية. طبعا ما نفهمها انه باله مش مشغول على الوطن وعلى ما يحصل بالوطن، بس ولكن انه على صعيد طبعا الحرية السياسية اللي هو يتمتع فيها حاليا ويلي عم بتخوله انه يقول نعم نعم ولا لا، كما وانه مثلا امبارح بالنسبه للوفد يلي زاروا من قبل الرئيس نبيه بري كان حقيقه موقفه طبعا واضح جدا، نحن مع الحوار. طبعا مين بيرفض الحوار بالوضع اللي نحن فيه حاليا بهالاوضاع السيئه اللي نحن عم نعيشها حاليا؟ نحن بوضع عن جد انه الوطن بخطر، وبعدهم بعدنا حقيقه اليوم مش قادرين نخطي ولا اي خطوه في الداخل اللبناني باتجاه نلاقي حلول لهالمعضله. معقوله وطن بلا حكومه؟ معقول نستمر هالقد يعني بلا حكومه الى اي مدى؟ يعني انا الحقيقه هالوضع هذا اللي بيأسفني تماما. نرجع نكمل انا وحضرتك دكتور ماري عون، اسمح لي بدايه او بالاحرى بدي اساله للدكتور حسن جوني الاستاذ الجامعي المحاضر والباحث في الشؤون الاستراتيجيه، بدي اساله تحديدا عن تقرير الامم المتحده، تقرير المفتشين حول استخدام الاسلحه الكيميائيه في سوريا. دكتور جوني يعطيك العافيه. الله يعافيك وتحية لك ولضيفك الكريم. شكرا لك. دكتور جوني، تقرير المفتشين بيقول انه تم استخدام الاسلحة الكيميائية لكنه ما بيحدد، بس بيقول انه انضربت بصواريخ ارض ارض، وهيدي ما بتملكها الا القوات النظامية. بدي اسألك عنها تحديدا، والكميات يلي استخدمت والمناطق يلي استهدفت. في عندي عدة اشياء بدي اسألك عنها، واولا انه تقرير الأمم المتحدة بس يقول استخدمت، يعني شو بيكون اكتشف أول شيء؟ ليش ما حدد مين؟ هيدي أولا. ثانيا الشغلة الأساسية المطروحة بهذا الموضوع، هل لوحده الجيش السوري عنده أسلحة كيميائية؟ بدي رأيك بهذا الموضوع تحديدا. مو المعروف طبعا بكل شيء التقرير لم يفاجئ احد، يعني كان منتظرا، يعني الجميع كان ينتظر انه التقرير بده يقول انه في استعمل السلاح الكيماوي. اوكي هلا هيدي يعني شيء اكيد. طبعا كمان ايضا كان الجميع يعرف انه التقرير لن يعطي اي معلومه عن من استعمل السلاح، بمعنى انه اذا كانت الحكومه او المعارضه، لسبب اساسي انه لم يكن من مهمه هذا التحديد الجهه، وذلك كان بطلب امريكي، لانه عندما انشات هذه لجنه المراقبين كان في طلب انه يا اخي اعطوها مهمه تحديد الجهه،
فرفضت الولايات المتحده الامريكيه ورفضت بعض الدول الاوروبيه انه لا خليها فقط حلنا اذا في استعمال سلاح كيميائي ولا لا، لانه كانوا يعرفوا تماما انه في حال اعطوها مهمه تحديد الفريق او الجهه التي اطلقت الصواريخ الكيميائيه او الحاله الكيميائيه كانوا بيعرفوا، كانوا خايفين وبيعرفوا انه ربما ستكون الاتهام نحو المعارضه، فهن لهم مصلحه تبقى القصه فلوه تبقى غير محدده، وبالتالي هم عندهم اتهام سياسي. ونحن شاهدنا مثل نفس الشيء، يعني عندما اختيل الرئيس الحريري كان في اتهام سياسي، اتهام سياسي. دكتور جوني خليني بالسلاح الكيماوي اذا بتسمح. معلي لا خلينا بالسلاح الكيماوي، اشرح لي رايك بالسلاح الكيماوي. لا لا انا عم لك الفكره كيف الاسلوب على راسي على راسي، بس بدي اربح وقت قد ما في انا وياك 100%. فاذا اولا عدم تحديد الجهه لاهداف سياسيه كان مطلوبا، لذلك لم تعطى هذه اللجنه هذه المهمه، واللجنه لا تقدر تعمل شيء خارج مهمتها، ممنوع عليها يعني ان تحدد فقط اذا استعمل ام لم يستعمل. هلا حددت طريقه، يعني بالمعنى انه استعمل عبر الصواريخ، وحددت تماما حجم الصاروخ الذي الارض الذي استعمل. يعني الولايات المتحده الامريكيه تقول او المندوب الامريكي يقول بانه هذا الصاروخ لا تملكه غير الحكومه، هذا كلام غير صحيح، الجميع يعرف بانه المعارضه والقوات والقاعده وجبهه النصره وكل هؤلاء يملكون اسلحه متطوره جدا، والجميع يعرف بانه خصيصا هذا الصاروخ اللي هو 120 كان تملكه المعارضه. ايضا يجب اخذ بعين الاعتبار بانه هناك مثلا حتى في هذه اللحظه تماما يحاكم اشخاص 12 شخص ألقي القبض عليهم في تركيا كانوا يحملون يعني سلاحا كيميائيا. طيب في السابق منذ 11 أيلول الولايات المتحدة الأمريكية تتهم القاعدة بامتلاك سلاح الكيميائي والنووي حتى، أو تخاف أن تمتلك القاعدة النووي، وبالتالي يعني لا شيء يمنع بأنه جبهة النصرة أو القاعدة أنه يصير عندهم سلاح كيميائي، هذا شيء يعني أصبح واضحا، ولا شيء يمنع أنه إسرائيل أو بعض الدول العربية تحمل عبر تركيا السلاح الكيميائي إلى هؤلاء. طب هذا كيف بده يستثمر هذا القرار؟ هلا صار في تسوية وصار في وصول للحرب، وصول لنتائج الحرب من دون خوض الحرب، يعني سوريا تخلت عن سلاحها الكيميائي على الاقل بالشكل هلا وبالكلام، ما بنعرف بعدين اذا بتضلها ولا بتعتبرها هيدي مناوره. طيب كيف بده يتقرش قرار بالاحرى تقرير المفتشين الدوليين، كيف بده يتقرش؟ شو بعد له قيمه اذا صار في تسويه روسيه امريكيه؟ دكتور جوني انا في رايي انه سيبقى الغموض حول الجهه التي ارتكبت هذه الجريمه، طبعا الجميع يعرف انه يعني الوجود فقط هم من المدنيين، والجميع يعرف بانه هناك تجارب سابقه سواء في رومانيا بتمشورة او في يوغوسلافيا عندما اخذوا صور المساجين الاسرى، تبين انه من الحرب العالميه الثانيه عملوا لهم شويه فوتوشوب وتم استغلالها سياسيا، وفي رومانيا جمعوا من البرادات الجثث ووضعوها وتم استغلالها سياسيا، وبالتالي انا في رايي حيخلوا الموضوع غامض حتى يتم استغلاله سياسيا اكثر شيء ممكن، ولذلك اني رفضوا التحقيق في خان العسل. المهم جاي بشكل مباشر عن سؤالك هو انه اليوم الاتفاق، انا في رايي الاتفاق على بين مستوى الدول الكبرى هو عم بيقرر مصير المنطقه، ما عاد بتصير بعدين تفاصيل بيحكوا فيها او نتسلى فيها وفي كيميائي وما في كيميائي ومين ضرب ومين ما ضرب، تفاصيل. الاساس الان ان هناك اتفاق، انا في رايي اتفاق كبير على مستوى العالم حصل في المنطقه، تم اعاده تقسيم او تقاسم حتى اذا اردنا ان نقول في النفوذ في منطقه البحر المتوسط، وهي ثاني منطقه مهمه في العالم بعد اوروبا من ناحيه الاستراتيجيه لوجودها على القارات الثلاثه، وهذه ووجود النفط طبعا، ولكن حتى قبل النفط منطقتنا هي من اهم المناطق في العالم تاريخيا لاسباب حضاريه وثقافيه وجغرافيه. الان دخل الروسي الى هذه المنطقه بشكل قوي يضع شروطه، انا في رايي الامريكي سيدفع ويدفع كثيرا، لانه دائما الامريكي يدفع حلفائه في اخر لحظه، هو بيعملوا مثل خروف العيد بيستفيد منهم ومن ثم بيتركهم، والتجربه اللبنانيه اثبتت ذلك، وحضرتك فهمت علي شو بقصد، والجميع فهم انه حلفاء الولايات المتحده الامريكيه في لحظه من اللحظات انبيعوا في لبنان، وسيكون بيعهم قريبا ان شاء الله، والمهم
في المنطقة الآن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت الثمن بدون أدنى شك في هذا الاتفاق، لأنه أنا في رأيي يعرف الروسي سلفا بأن الأمريكي لا يستطيع أن يعتدي على كان، يعني أنا كنت أقول أن لن يمكن أن يحصل عدوان على سوريا لأنه لا يستطيع ويريد لكنه لا يستطيع. فأكيد أكيد أكيد هذا المحور اللي سلم الكيميائي أكيد أكيد أخذ مقابل ذلك الكثير الكثير في المنطقة وفي سوريا تماما. أنا بدي أشكرك دكتور حسن جوني الباحث الاستراتيجي والأستاذ المحاضر الجامعي، شكرا لك، على أمل لقاء بحضرتك قريبا بإذن الله. شكرا لك. شو رأيك بكلام دكتور حسن جوني اللي بيقول أنه حلفاء أمريكا في المنطقة ولا سيما في لبنان عم بيلمسوا مدى التخلي عنهم أكثر وأكثر يوم بعد يوم عن مشاريعهم؟ يعني 14 أدار عم بيحدد هو ما سمى بس عم بيقصود، بالمقابل صار الجيش الحر بسوريا مثل 14 أدار في لبنان. يعني الجيش الحر عم بيقول تخلوا عنا المجتمع الدولي وأمريكا. وصل الوقت بسليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر اتهم الأسد برشوة بوتين ولافروف الريشين ورامي مخلوف. شو رأيك بهالتطور؟ شو بده ينعكس هون على الساحة؟ يعني في شيء أكيد على كل حال، أنه على ضوء اللي جرى مؤخرا في سوريا وبين سوريا بالتحديد والولايات المتحدة الأمريكية من تصعيد، يعني الكل كان منتظر أنه بأي لحظة كان حقيقة بقى تحصل ضربة أمريكية على سوريا، وبالتالي كان هناك رهانات من قبل المعارضة السورية بالداخل السوري والمعارضة السورية اللي هي كانت متحمسة أكثر في الداخل اللبناني، يعني بالتحديد يعني فريق 14 أدار ومن يدور بالفلك. بس ولكن أنه أكيد أنه كانت مفاجأة الكبرى عند الجميع وخاصة يعني عند هؤلاء، أنه بالواقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالنتيجة عملت اتفاق يلي هي حقيقة هذا الاتفاق بيقول بالنتيجة انه بشار الاسد هو هون والحكم السوري هون موجودين. يعني هذا نوع من الاعتراف الامريكي على حول الاممي حتى بنظام بشار الاسد وبحكم بشار الاسد مهما قالوا ويقال، لانه حطوا نوع من الاجندة يلي هي للتنفيذ يلي تمتد يمكن لسنة 2014 مش اللي حتى بما يخص ما يسمى بالسلاح الكيميائي. وبالتالي أكيد أنه اليوم حقيقة صار هن المراهنين كانوا على هالضربة الأمريكية، ويلي يمكن يكونوا هن كانوا وراء سلاح الكيميائي، لأنه مثل ما تفضلوا قال الأستاذ دكتور جوني يعني أكيد أنه هالموضوع هالتقرير هيدا أكيد أنه أنا بشوفه أنه مبهم بالنتيجة من لا يملك السلاح في المنطقة، وخاصة بالنسبة للقاعدة. القاعدة هي دولة بحد ذاتها على كل حال، مع أمريكا في صراع وفي حرب مستمرة مع القاعدة يلي هي قدرت حقيقة أنها تفوت على قلب الولايات المتحدة الأمريكية وعملت 11 أيلول كلنا نتذكر تماما، هي قادرة أنه أن تكون عندها تمتلك كمان أي نوع من هالسلاح. وإجا هالتقرير هيدا تقرير بالنتيجة حقيقة أنا بشوف أنه كأنه اكتشفوا البارود، أنه إيه صار فيه ضرب كيميائي، بس ولكن أنه مين ضرب الكيميائي؟ أيوة بصواريخ منين؟ انه الصواريخ اجوا من اريا جغرافيه معينه تابعه للنظام. لا شو الاريا الجغرافيه ما كلها متفاوته بسوريا على كل حال، ما بنشوف انه كلها حرب عصابات طويله عريضه كر وفر بتحصل بكل المناطق السوريه ما الموضوع. فاذا انا بقول انه طبعا غير المعطى وغير النظره السياسيه المستقبليه على كل حال في التعاطي مع الوضع السوري ومع الحكم السوري بالتحديد حاليا، وهذا شيء اكيد انه بالنتيجه ازعج الداخل اللبناني، أزعجهم كثير يعني إلى حد الإحباط يعني حتى أنا برأيي. وهذا الشيء يجب أن، وخاصة بدي أقول شغلة كثير مهمة، أنه كمان أخذ سحب الورقة السياسية على كل حال في المنطقة، سحبها من العربية السعودية بس ولكن كمان سحبت من إيران. يعني اليوم اللاعبين بالموضوع الشرق الأوسط هن اثنين، هن الروس جبارين والجبارين. يعني شفينا اليوم عم نشوف أنه حقيقة بقاش في لهم دور يلعبوا بقى. أكيد أنه في تغيير كتير مهم حصل حاليا، وعلى هذا التغيير بتصور أنه بدنا ننتظر ما ممكن أن يحصل بالنسبة للداخل اللبناني على كل حال من حل أو من تأزيم. يعني بالنتيجة ما فينا نتصور حاليا أكيد أنه وين إحنا رايحين، بس ولكن ما في شك أنه الورقة اليوم والورقة السورية والورقة الشرق أوسطية كلها صفت بإيدين الجبارين وليس بلاعبين إقليميين. وين صارت 14 و8 أدار بهيدي اللعبة؟ خليني أقول 14 و8 أدار، هلا بسألك عن التيار، لكن بس 14 و8 أدار بهيدي اللعبة، ايه؟ بهيدي المعمعة، شو دورهم؟ شو حجمهم؟
شو احلامهم مشان ما اقول شو اوهامهم ليك اثنيناتهم. اي خليني اقول انه يعني دورهم كثير كثير مسمين نيون، يعني انه ما لهم ما لهم ما لهم دور بالشيء اللي حصل حاليا. ومنشوف تماما انه حقيقه يعني الافرقاء السياسيين اللبنانيين هن عاجزين اذا بدك عن التحزب الله حزب حتى حزب الله حتى حزب الله. إيه طبعا خليني اقول انه اللعبه صارت اكبر، اللعبه اكبر، اللعبه اكبر اليوم. وقت بقول لك انه سحبت من ايران الورقه وسحبت من العربيه السعوديه، هذا تحليل لإلك أوكي. بس انه شو بياكد يعني 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 ايه بس انه مبنى على على مبنية سوريا حليفه على ايران جورج. سوريا حليفه ايران وايران صديقه روسيا وروسيا حليفه سوريا. بس انت مش عم تشوف حاليا بالبانوراما السياسيه انه بالواقع اي دور عم بيلعبوه حاليا؟ بس انا شايف انه الايرانيين مستفيدين، والدليل انه في قنوات مفتوحه بين الامريكان والايرانيين. شيء اخر انا هلا اذا بدنا نحكي اذا بدنا نحكي جور بالربح والخساره، كشف الرئيس اوباما انه وجه رساله للرئيس روحاني ممكن يلتقي كمان. الربح والخساره شيء اخر طبعا، اذا بدنا نحط على من ربح ومن خسر اكيد انه اليوم يعني ايران مستفيده اكيد انه فريق الرئيس بشار الاسد وفريق الايراني وفريق حزب الله وفريق من أدار على كثير. إيران أشادت بالعقلانية الأمريكية. أكيد أمريكا عندها عقلانية يعني في نوع ما هيدا عم لك رجعوا الخطوة يعني ما بقى في شيطان أكبر من هيك. أنه رب ضارة النافعة على كل حال، يعني أنه وصلتنا أخذتنا إلى محل حقيقة يعني اليوم ما بيصب بخانة إذا بدك ال 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 الأعداء والمعارضات والتقاء مصالح. التقاء مصالح نعم، إذا بدك تقاطع مصالح عم بتصير حاليا نعم. طبعا في تقاطع مصالح عم بتصير بيستفيد منها طبعا بعض الدول يلي هي بتدور إذا بدك بالفلك الروسي يلي هن سميناهم حاليا سوريا إيران العراق هودي كلهم حاليا. السعودية مختلفة، السعودية مختلفة يعني. مختلفة مع الولايات المتحدة على ثلاث ملفات، الملف السوري، الملف الإيراني والملف المصري. شو بدي بالملف المصري والملف الإيراني؟ على الملف السوري مختلفة هي وياها هلأ، خصوصا من بعد سحب الضربة أو إرجاء الضربة أو إلغائها. وبالساحة اللبنانية في دور للسعودية عم تلعبه، خليني أقول تيار الوطن الحر، مش عم دخل هلأ تيار بصراع الأمم، بس أنا عم أقول أنه في ناس عم بتقول المثل التالي اعذرني عليه لكن يطعمك الحجة والناس راجعة، انه تيار الوطن الحر كل هالعلاقة اللي بناها مع حزب الله ومع السوريين ومع الايرانيين من خلال الحلفاء، يعني علاقات تفاهم وصداقة، هلأ تخلى عنهم كلهم كرمال علاقة مع السعودية يمكن تصير يمكن ما تصير، ما هيك؟ مش دقيق مش دقيق كثير. ولا يقابل لا يقابل انا بهمني شرحك هلا إيه. ولا يقابل بالاهتمام يلي هو كان عم بيتامله. ليك جاوبني على هذا إيه. خليني اقول لك شغله انه الموضوع له شقين، يعني طبعا الشق الذي يتعلق طبعا بسياسه عم ينتهجها التيار حاليا اللي هي سياسه الانفتاح. أوكي. سياسه الانفتاح هي حقيقه لانه من اجل لبنان، سياسة الانفتاح من أجل نخلص لبنان من الورطة السياسية والورطة الأمنية اللي عم بيتعرض لها حاليا. سيد الانفتاح ما صار إلا بعد ما تخنقتوا مع الحلفاء. لا خليني مش أنه بعز الصداقة. ما هيدا هيدا أستاذ جورج الشق الآخر، هل نحن حقيقة نحن اختلفنا مع حزب الله؟ لا ونا مختلفين مع حزب الله، نحكي بكل صراحة. وقت بدك تحكي بالتأييد استراتيجي عن قناعة وعن تصميم إذا بدك وعن عدم أولوية الداء حاليا أنه يروح الواحد حقيقة أنه إلى سلاح المقاومة، بيكون نحن هذا الموقف الرئيسي والموقف الحقيقي والحليفة إذا بدك. شو بينفعوا إذا الحزب ما عم بيمشي مع التيار بالمواضيع والملفات الداخلية؟ هذيك ملفات داخلية يا خي هذيك اتفقنا نحن متفقين مع الحزب على القطعة، على القطعة بربياس اوكي في شيء يلي في اشياء بنطلع نتعاطى مع بربياس. هلا مش مطروحين يا استاذ جورج، اصلا مش مطروحين، عم بينعقد مجلس النواب لحتى نقدر نحكي بالملفات المطروحه حاليا ونشوف اين الموقف. الانتخابات النيابيه والطعن بالانتخابات النيابيه وقياده الجيش في اهم منهم هول المواقف. لا تطورت المواقف من بعد هالشيء اللي حصل. طيب من بعد انه كان تطورت المواقف، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، هي ضرب ضرب والهرب هرب. بس ولكن طبعا انه هذا فرجه انه في نوع من الزعر شيك او الحرج، بس ولكن هالشيء هيدا لا صار في خطوات على كل حال باتجاه اذا بدك اعاده اذا تمضع
إعادة مش تموضوع، إعادة درس، إعادة درس التفاهم الموجود بينه وبينه، وهناك اتفاق حول هالمواضيع هيدي. على كل حال يعني من هيك اليوم بتأليف الحكومة بيضلوا بتقول لهم يا خي إنه بقاش في شيء، نحن مش عم نطالب بشيء اسمه التلت الضامن، أوكي؟ نحن أكيدين ما في شيء اسمه التلت الضامن بناء على هالشيء، بينما الحلفاء الآخرين بيقولوا لا نحن بدنا التلت الضامن، يعني بالتحديد حزب الله وحركة أمل، لأنه خوفا طبعا على بعض السياسات يلي ممكن أي حكومة تجي بدون هذا التلت الضامن إنه تاخذ قرارات معينة بتروح ضد اتجاهاتهم السياسية خاصة بالأمور الاستراتيجية الكبرى. بقى نحن بالنسبة لنا طبعا في عنا موقف سياسي صار واضح تماما بما يخص ما يلي كان اسمه الحلفاء، واللي نحن ما بنسميهم اليوم هن الأخصام، لأنه نحن بعدنا حلفاء على الصعيد الاستراتيجي، على الصعيد العناوين الكبرى الرئيسية بالبلد. وعلى كل حال رح نشوف نحن بالمراحل القادمة وقت بتطرح أي ملف، وقت بيصير في حكومة على كل حال بتشوف مدى التعاون يلي ممكن أن يحصل بيننا وبين يلي هن حلفائنا، ونحن بنعتبر إنه بعضهم مستمرين. أما السياسة الأخرى هي السياسة الحوارية يلي عم الانفتاحية الحوارية يلي عم يتبعها التيار، ويلي اليوم حقيقة إنه جنرال بالنتيجة عم بيعمل خطوات جبارة عن جد بهالموضوع هذا. بس ولكن بدك تشوف كمان الفريق الآخر إلى أي مدى بده يتجاوب. اليوم صار في بس زيارات، والزيارة الأخيرة للسفير السعودي هي زيارة انفتاحية لا أكثر ولا أقل، لن تحمل أي شيء على الإطلاق. على شو السر دكتور هون أنه تيار المستقبل نسبيا خفف حملته وخفف من إطلاق النار السياسي على العماد عون من بعد ما انفتحت قنوات اتصال ولو الشكلية ولو المحدودة بين العماد عون والسعودية؟ في المقابل ما عم نلاقي هالانفتاح بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ما فيها التواصل. لا اكيد انه ما في، بس ولكن انتبه انه ما في موانع عنا، يعني اذا كان الظروف تأمنت لاي عمليه تقارب بعتقد وانا اكيد على شو هي الظروف مثلا؟ ظروف معينه على الصعيد الحكومي مثلا، اذا كانوا بالواقع يعني صار في عمليه بحث جدي وبالموضوع الحكومي، التيار الوطني مستعد تماما ان يتحاور مع الجميع يعني بهالموضوع هذا، وان نقدر نوصل حقيقه لقواسم مشترك يعني مع تيار المستقبل بالتحديد يعني. ونحن شفنا كمان على كل حال شو تيار المستقبل، نحن بعيد عنه اكثر من حزب التقدم الاشتراكي على سبيل المثال، تقريبا كنا بنفس الخصومه السياسيه، وما شفنا حقيقه انه الامور تطورت هيك فجاه مع الحزب الاشتراكي، والامور اليوم حقيقه يعني تقريبا عم بتصفي بنوع من التطبيع اذا بدك نحن بينه وبين حزب الاشتراك. ان شاء الله بنشوف لوين بدها توصل هالعلاقه يلي هي هلا عم ترجع تنبحث من اول وجديد مع الحزب الاشتراكي. قد ايه اثرت زياره التعزيه يلي قام فيها العماد عون لكليمانسو؟ هل هي زيارة تعزية فقط أم أنه بتأسس شوي صغيرة لتواصل سياسي أقوى؟ شو رأيك؟ أكيد خلينا يعني ما بتعطيه أهمية ولا زيارة اجتماعية؟ لا خليني أقول لك أنه هي زيارة اجتماعية طبعا، لأنه طبعا الجنرال حب أنه يقوم بالواجب التعزية، هذا واجب عزة يقوم فيه، وطلب طبعا من النواب والوزراء التيار أنه بالواقع أنه يواجبوا بعمليه التعزيه، وهذا ما حصل يعني على كل حال. واكيد انه ما لنا زياره سياسيه وما لنا زياره لشؤون تتعلق بالعلاقات الثنائيه، بس ولكن انه اكيد احسن من الجفاء، احسن من انه يكون في هناك جفاء وجفاء ان يستمر. تعرف في لجنه مشتركه اليوم بين الحزب الاشتراكي وبين التيار الوطني، كل نهار ثلاثه بتقعد اجتماعات وبتبحث بكل الامور التي تتعلق صحيح يعني بالعلاقات بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وخاصه في منطقه اشوف بالتحديد. يعني انت من ضمن دكتور عون؟ انا لا ماني من ضمن، هي على مستوى حقيقه يعني المنسق اشوف والمسؤول الاعلامي في الحزب الاشتراكي، وبعض يعني مش انه على مستويات سياسيه، ان شاء الله انه بتتبلور الى مستويات سياسيه اعلى على كل حال. شو هدفها هذه الاجتماع؟ برجع بقول انه عمليه نرجع نبحث بكل الملفات الخلافيه بينه وبين الحزب الاشتراكي، ونحاول انه نلاقي له بالواقع نوع من الحلول. ليه بتشوف مش على مستوى سياسي اوسع؟ تتبلور، ما بتبلش بشيء ما بتتبلور طبعا، انه هذا الشيء بده يؤسس اكيد الى خطوات يعني على مستوى الوطن بعدين بالعلاقات الوطنيه. بطلب من العماد عون ولا من النائب جنبلاط؟ لا اجت بشكل طبيعي، بتعرف تماما المناسبه وقت صارت بمناسبه يلي حصل يلي حكي فيها الجنرال عون باحد مؤتمراته ما بعد التكتل عن موضوع معاصر الشوف. معاصر
بدرش هو. هيدي كانت ردا على كلامه. هي حقيقة هيئته أنه هزت له هزت مشاعر السيد وليد جملاط يعني، يلي أوكل إلى المسؤول الإعلامي عنده أن يتصل بالمنسق في منطقة الشوف ويقول له رغبته باللقاء. وبعدين بمرحلة تانية رغبة السيد وليد جملاط بلقاء ممثل التيار الوطني الحر في منطقة الشوف، وهكذا ما حصل بعد استئذان إيجابية بعد استئذان الجنرال عون. والجنرال عون عطى طبعا الضوء الأخضر في هذا الموضوع، وكان اللقاء الأول، وبعدين صار في تأليف اللجنة المشتركة. يعني كنا بموضوع صرنا بموضوع لا بالعكس، هذا موضوع كثير مهم بهم الناس يعني. كل موضوع طبعا بهدي الأحوال الناس بهم أكثر من ونحن عم نشوف تماما يعني على الصعيد من الأسلحة الكيميائية بسوريا طبعا، وعم نشوف نحن على الصعيد العلاقات الشخصية. يعني اليوم بالواقع أنه كان بمناسبة العزاء وكانوا هناك النواب والوزراء في التيار الوطني الحر موجودين، كانت لهم حقيقة استقبال مميز جدا من قبل كمان ممثلي الحزب الاشتراكي، يعني من السيد أكرم الشيب إلى السيد إلى الوزير بوفعور إلى الشخصيات الاشتراكية كانت موجودة هناك. بالواقع كان في عندها نوع من الود إذا بدك في التعاطي كمان مع الوفد التيار الوطني الحر بهذه المناسبة. فإذا يعني هذا الشيء عم بيبين أكثر. وأنا في صار عندي كمان بعض اللقاءات الشخصية طبعا مع البعض منهم يعني بمناسبات اجتماعية، وكان هناك طبعا حديث انفتاحية تماما وإبداء الرغبة إذا بدك باستمرار تطور العلاقات نحو الإيجابية بين التيار وبين الحزب الاشتراكي. هذا الشيء فإذا خلينا نقول أنه طبعا مشجع جدا، ونحن بنتأمل أنه بالواقع يتعمم ويتوسع إلى تيار المستقبل. ليش لا؟ نحن ما قلنا شيء أبدا يعني. نحن منريد تماما بالوقت الحاضر بالصعوبة اللي عم يمرق فيها لبنان حاليا، بالخطر المداهم على لبنان حاليا، نحن بحالة خطر. نحن خطر على صعيد بقاء لبنان أو عدم بقاء لبنان بالنتيجة يعني بالنسبة لما هالخطوة ما بتزعج القوات اللبنانية الطرف المسيحي الثاني بالجبل؟ يعني في قوتين مسيحيتين بالجبل، القوات والتيار الوطني الحر، لمستوا شيء امتعاد استياء أم ترحيب من القوات اللبنانية بهذه الخطوة الانفتاحية والتواصلية بين تقدم الاشتراكي والتيار؟ لا أبدا حقيقة يعني ما صار في لحديث هلا ولا أي ردة فعل معينة من قبل القوات اللبنانية في المنطقة. بركي هن مأمنين على وضعهم، مرتاحين لعلاقته مع السيد وليد جملاط، يمكن يكون هيك الموضوع. هو مأمن على علاقته، هو ما عندي فكرة استاذ جورج، بس انه انا بعرف تماما انه لو فيما لو حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة يعني بموعدها، بتصور كان حسب معلوماتنا انه السيد وليد جملاط كان حقيقة بوارد التغيير اذا بدك على صعيد التحالفات، وكان ينتج طبعا عن لسانه من ناس مقربين جدا انه هو حط نوع من الاكس اذا بدك على ممثل القوات اللبنانيه في اللائحه الشوفيه على سبيل المثال لصالح غيره. طبعا اكيد مش انه عم بحكي لصالح التيار الوطني، لانه احنا بوقتها كنا بعدنا بجفاء. استاذ جورج عدوان استبداله بمين كان؟ هلا راحت الانتخابات، مين راحت الانتخابات؟ والله انا نحن معلوماتنا كانت بتقول بسيد ناجي البستاني. هلا الأمور طبعا ما حصلت الانتخابات وتأجلت الانتخابات، وهالشي هذا ما عاد نحكى عنه وطويت الصفحة خليني أقول. وطبعا أنه بس بالوقت الحاضر القوات اللبنانية هن بيعتبروا حالهم حلفاء للسيد وليد جملاط على كل حال، وما عم بيتعاطوا، ما عم بيكون عندهم ولا أي ردة فعل، ولا أي ردة فعل بالنسبة لما يحصل حاليا في منطقة الشوف. ما في لقاءات بين التيار والقوات؟ لا كمان لا. لا بياخذ أول بريك، نرجع منكمل هذا الموضوع لأنه الشباب بدون بريك، مع الوزير السابق وعضو لجنة تأسيسية في التيار الوطني الحر الدكتور ماريو عون. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع الوزير السابق الدكتور ماريو عون. أهلا وسهلا فيك دكتور عون. فيك يا رب. بالموضوع السياسي تحديدا وفي الداخل أيضا، العماد عون حريص على العلاقة مع النائب سليمان فرنجي، ومن سر أنه ضنين بهذه العلاقة، وعطي تعليمات أنه ما حدا لا بالمنيح ولا بالوحيش مثل ما بيقولوا، ما حدا يجيب سيري لأنه ما بدنا نحمل الأمور أكثر ما بتحمل، وبالنهاية ترجع الأمور لطبيعتها بالحوار وبالتواصل. طيب ليه ما عم يتحقق هالتواصل والحوار وترجع الأمور إلى طبيعتها وإلى مجاريها
طالما أنه الاستعدادات طيبة والنيات إيجابية من الطرفين. ليه؟ العالم عم تسأل. يعني خليني أقول لك أنه يعني قد يكون لكل شيء اليوم بيحصل الأخوة بيختلفوا يعني بالنتيجة، خيين يختلفوا بين بعضهم، بس ولكن بيبقوا خيين يعني بيبقوا أخوة بالنسبة للأمور الحقيقية والواقعية، وهناك ظروف معينة بترجع بتجمعهم. يعني أنا بعتقد أنه لأنه الظروف حاليا يعني بعدها ما نضجت شوي، مش حتى بالواقع لإعادة المياه إلى مجاريها مثل ما كانت على صعيد العلاقات، بس ولكن ما حدا اليوم من أي فريق، من فريق التيار الوطني أو من فريق المردة أو من أحد أفريقاء اللي هن كمان حلفاء ونحن نعتبرهم حلفاء الآخرين، يعني مثل شو بعرفني الأمير طلال أسلان على سبيل المثال، أو حتى الياس بايكس كيف، يعني بالوقت الحاضر يعني ما حدا منا حاطط شيء بقلبه ضغينة ضدهم ولا حدا أبدا. وبعتقد أنه كمان من عنده نفس الشيء، لأنه هذا بتصلنا نحن الأخبار يعني، بس ولكن بيعرفوا أنه هناك غيمة مرأة بين اثنين إخوة، بين ثلاثة إخوة، بين أربعة إخوة، على كل حال مرأة هالغيمة، والغيمة ما تمرق وفي إلا ظروف لا تنضج بالنتيجة إعادة نسج العلاقة على كل حال نحن وياه. وهذا الشيء طبعا أنه يلي بقول عنه أنه بدنا نعترف أنه طبعا في نوع من هيك الغيمة السوداء أي موجودة، بس ولكن خلينا نعترف فيها، بس ولكن نحن باقيين على حبنا واحترامنا لهالحلفاء يلي هن حلفائنا، ونحن أكيدين أنه بالمرحلة المقبلة رح نرجع رح نكمل الطريق والمشوار سوا نحن وياهم بالنسبة لموضوع طبعا لبنان، وبالنسبة كمان لعلاقتنا الثنائية نحن وياهم. هل صحيح أنه التيار المرد عم يزكزك التيار الوطني الحر من خلال انفتاحه على القوات اللبنانية؟ يا أخي ما التيار عم يزكزك بعضه يا جورج، نحن من زكزك بعضنا بالتيار، يعني أنه التيار أكيد يعني أنه في هلا أنت منك بعيد عن أورشليم بالنتيجة، بتعرف تماما أنه للأسف خليني أقول لك أنه قلب التيار في زكزكة، يعني كيف بالأحرى أنه بيكون بين التيار وبين ابن عمه المرضى أو ابن عمه المير طلال أو حيلا ابن عم، يعني هود بلاد العم بالنتيجة يعني، بس ولكن أنه الأمور كلها بتصطلح على كل حال بوقت معين. المسائب اليوم أنه الجنرال عون حقيقة أنه أولوياته هي أبعد من هيك، في أولويات بالسياسة العامة وبالسياسة الإقليمية، في خوف على المستقبل، في خوف على لبنان، في علاقات المسيحية كمان التي يجب كمان حريص عليها جنرال عون أنه بالواقع أنه تتحسن وتصير حقيقة على أفضل ما هي عليه اليوم، يعني أنه لأنه اليوم في حالة مش مضبوطة أبدا نحن وياهم للفريق المسيحي الآخر. بقى هناك أمور أخرى اليوم أولوية عند الجنرال عون، من هالأمور هيدا أنه بصف الواحد عم بيحكي سياسي بنسميها بالفرنساوي بوليتيك بوليتيسيان، انه تنسلى بالسياسه، ايه شو بو سليمان بايك وشو بو فلان وشو بو فليتان وشو بو جنرال عون وشو. لا، مش هيدي هي المطلوبه حاليا، هيدي بتجي الى ظروفها، بكره رح بيكون في مناسبات، ان الله راد اذا تشكلت اي حكومه، اذا تشكلت حكومه، اوكي، رح بنشوف انه الامور رح تصطلح لحالها، لانه الملفات ستعود وتطرح، وضرورة التوافق والتفاهم مع الحلفاء بتصف هي حقيقة ضرورة أساسية لحتى نقدر بالنتيجة نوصل للهدف اللي بدنا إياه. شو السر انه النصره اكيد ما حدا عم بيكتشف البارود، بس يقول انه النصره اسلاميين مسلمين والقاعده كمان، بس يصير في مشكل بسوريا على المسيحيين بدل ما يكون المشكل اسلامي مسيحي على صعيد السجال؟ الحمد لله انه ما في سجال اسلامي مسيحي عليها، لانه في حدا اخذ شقلي عنهم. شو السر انه بس صار مشكل معلوله بدل ما يصير الخلاف بين المسلمين والمسيحيين إعلاميا، ما حدا عم بيقول لا سمح الله أكثر من هيك، صار السجال مسيحي مسيحي، يعني صار السجال مسيحي مسيحي على قصة معلولة يلي هي مسلمين دخلوا ومسلمين لا يمثلوا الإسلام ولا يمثلوا قيم الإسلام ولا يتحدثون باسم الإسلام، هيدي قناعتنا ونحن مقتنعين فيها، لكن صار المشكل مسيحي مسيحي. شو هالخبرية؟ شو بدي أقول يعني، خلينا نفتش على الـ يعني أساس القضية، يعني اللي تعرف أنت يعني أنه معلولة هي ضيعة مسيحية يعني تاريخية على كل حال، وهي امتداد طبعا نحن بنطلع فيها كامتداد بالنتيجة للمسيحية الشرق والمشرق على كل حال. ووقت اللي حصل فيها هالمشكله هيدي طبعا الجنرال عون كان اول من عمل فوكس وضوء على هالموضوع، وحتى كمان طرح موضوع بلودين ايه، طرح موضوع بلودين كمان اذا بدك بشكل وقائي لحتى ما يصير شيء كمان على بلودين،
لانه بيعرف تماما يعني ضروره المحافظه اذا بدك على هذا الوجود وعلى هذه الضيعه. طيب هلا عم نلاقي انه الفريق الاخر المسيحي يعني سماها حكي الشيء اللي عم بيحصل هونيك وما اعطاها القيمه اللي هي تعود لها، بس حقيقه انا بشوف انه هذا من هذا موقف اذا بدك عدم نضج سياسي موجود عند الفريق المسيحي الاخر اولا، وثانيا على كل حال هو موقف بيبغى من خلاله انه يرضي فريق معين سياسي بالداخل اللبناني، وهذا الشيء اللي عملوه الفريق المسيحي الاخر بقوة 14 اذار لحتى يرضوا بالنتيجه المرجعيه السياسيه اللي هن بينتموا لها، وهذا فرج طبعا اكيد عن نوع من قله الذكاء السياسي وقله الدهاء السياسي، وازعج المسيحيين بشكل عام على كل حال بلبنان، لانه ما في اثنين اليوم بيختلفوا على ما يحصل في سوريا اليوم انه هو عمليه تهجير للمسيحيين وقد يطال مستقبلا كمان مسيحيي لبنان. هذا الشيء الاساسي في شغله صارت بمعلوله بمعزل عن كل شيء، لا سمح الله وحمد الله ما صارت هيدي. الشغلة الأولى إنه ما صار مجازر، ما تقتلوا الناس انصفوا على الطرقات، ما تقطعت روس مع إنه في ناس بركي يعملوها كانوا، لم تدمر الكنائس، في كنيسة مارلياس تم إحراق جزء منها، تم تخريب دير مار ساركيس وباخس جزء منه لأنه أصلا هو منطقة معارك بياكلها من الميلتين، تنكون منصفين وعادلين. ما حدا شاف هالتذبيح بمعلوله، بس صار في تهجير، صار في تهجير. طب كل سوريا مهجره وهذا المطلوب، كل سوريا مهجره، صار في تهجير لانه الناس بتخاف ولانه بس يكونوا اثنين عم بيتقاتلوا بين بعضهم بتروح على العالم. طيب ها اول شغله هيدي من هيدي الميله. الشغله الثانيه كيف الجيش السوري بده يحافظ على سوريا ويدافع عن النظام وما عم بيقدر يدافع عن ضيعه وما عم بيقدر يدافع عن الاقليات، كيف بده يحمي الاقليات وبذات الوقت فاتوا النصرة وكان فيهم حدا هلا عم بيقدر ولا يخمن ولا يعمل افتراضات، كان فيهم النصرة اذا بدهم يشنعوا كان فيهم يشنعوا، هيك هيك محسوب عليهم وجسمهم لبيس. طيب هيدول الشغلات في اسئلة الناس عم تطرحها، كيف الجيش السوري بده يدافع عن نظامه مش قادر يدافع عن ضيعة؟ ليك هيدا تماما انا بخليني اشبهها استاذ جورج باللي كان يحصل خلال الحرب اللبنانية المشؤومة، يلي كنا نشوف انه المناطق التابعة للجيش اللبناني بالصراع اللي حصل بوقتها مع القوات اللبنانية كانت حقيقة يعني المناطق يلي من خلالها الجيش اللبناني كان عم يعمل كان حقيقة يحاول الحفاظ بالقصف يلي كان يقوم فيه، الحفاظ إذا بدك على الضيعة أو البلدة يلي عم يصير فيها الحرب، بينما بتشوف انه كنت من بالفريق الاخر عمليه التدمير على ابو جنب كان عم بيصير نفس الطريقه، لانه الجيش السوري اليوم النظامي كان بيريد الحفاظ على معلوله انه الا تتهدم معلوله، لانه لو بده يقوم الجيش السوري الوقت النظامي بده يقوم يعمل هجوم مضاد ويعمل عمليه قصف يعني كان بقاش فيه لا معلوله ولا اثار تاريخيه ولا حضارات كانت بقيت هون، كانوا محيه المعالم كلها سوا مشان لحتى يلغوا النصره بس، ولكن هذا هو الامور اللي بدنا ناخذها على حقيقتها بالنسبه للي حصل، بينما هن هونيك يعني اكيد لانه بعمليه من هالنوع بده يتصدوا وساعد خود على دمار وخود على بعد في معلوله بدل في حجار وتراب لا اكثر ولا اقل، هذا هو اللي حصل، حصل معنا بالماضي مع الجنرال عون بالتحديد على كل حال بالمناطق اللي كان فيها الجيش اللبناني كيف كان عم يعمل وقتها اللي فات على الليعات بالتحديد منطقه الليعات، لا الليعات ولا بعدها كليتها مش كانه صار فيها قصف، بس بينما المنطقه المقابله اللي كانت مدمره على الاخر كلها بقاش فيها لا حجر ولا حدا يخبر على كل حال شو كان عم بيحصل، بقى هن مش فرقانه معهم، هن جماعه اليوم تكفيريين إرهابيين ينتمون إلى القاعدة بيريدوا التهجير بيريدوا التدمير، بس ولكن ما وقع الجيش السوري بالفخ يلي كان ناس بناصبيه عم يرسبوه هن بهالموضوع لحتى يقولوا شوفوا الجيش السوري النظامي شو عمل بمعلوله، هذا هو بالتحديد يلي حصل على كل حال هونيك لا اكثر ولا اقل، وانا حقيقه كنت بتامل انه كانت انها تكون معلوله هي مناسبه بالنسبه للداخل المسيحي اللبناني انه تكون مناسبه، مهم جدا أن يتلاقوا على كل حال حول هالمؤامرة الكبيرة اللي عم تعملها كانت جبهة النصرة والقاعدة والتكفيريين بمناطق مسيحية يلي هي حقيقة مناطق تاريخية خلينا نقول،
يعني تحكي التاريخ، تحكي الأرامية، تحكي لغة المسيح، أنه هذا كنا نحن منتظرينه، مش أنه هذا حكي يلي عم بيحصل بمعلولة، هذا مش حقيقة الوضع اللي هو فيه، وبعدين يتهموا أنه الجيش السوري النظامي هو يلي فتح بالمجال أمام أنه تحصل عملية من هذا النوع من هذا القبيل، مشان لحتى حاجة يعملوا تأثير في ردة فعل حول التآمر بين هلالين، طبعا الجيش السوري النظامي إذا بدك على معلولة وعلى المسيحيين. سيدنا البطريرك الراعي كتير عم بيسافر وهيدا حقه، ما حدا بيقول له لسيدنا شو بده يعمل، لكن هل هيدا دليل قرف من الوضع الداخلي أم هروب من الاستحقاقات أم أنه هالزيارات تأتي في إطار دوره و الشيء اللي عم بيعمله في سبيل الكنيسة؟ لك أستاذ جورج، يعني أنا حقيقة مش قادر، في ناس عم تسأل ونحن لازم، وهيدي من حق الناس تعرف، لأنه بدها تشوف شو عم بيصير. ليش الكنيسة منا كتير مقربة هالأيام من الوضع؟ في قرف شيء عن سيدنا؟ لا، خليني أقول أنه طبعا أنه أنا مش قادر أنه أي مليون في البطرك وزيرات البطرك يعني إلى الخارج، ما عم ندخل بزيارته، أنا عم بقول في ناس عم تسأل في ابتعاد الكنيسة عن يلي عم بيصير. يعني خليني لك أنه طبعا بالبلدان عم بروح لها مبين أنه في رعاية، كمان رعاية مسيحيين لبنانيين ومشرقيين على كل حال عم بيزوروا البطرك، يعني هلا زياراته مكثفه، بس طبعا يروح على صحراء النفوذ الكبرى يعني طبعا، بس ولكن نحن مرات كثير هيك مثلا بنمتعد انه نشوف انه غياب البطريرك اذا بدك بمحلات وجود يكون فيها ضروري، مثل مثلا وقت اللي كنا عم نبحث بقانون الانتخابات بال 24 ساعه الاخيره، يعني طبعا سيدنا البطرك وقت شفنا انه كان بامريكا اللاتينيه ونحن كنا بحاجة لحدا حقيقة يعني لمرجعية مسيحية بالداخل، بس كانوا عم يتواصل المسيحي، لا التواصل كان طبعا عن بعد مش مثل التواصل عن قرب، يعني طبعا أنا عم بنقول إذا بدك عم بنقول وجهة نظر، يعني كمان مثل ما أنا عم بنقول وجهة نظر إذا بدك لمسيحيين عدد الدين قالوا إنه يا ريت البطرك يكون موجود هون لحتى نقدر نوصل لقواسم مشتركة بالنسبة للقانون الأرثوذكسي لحتى نقدر نجري الانتخابات النيابية، سيما إنه كان هو مؤيد بطرك موارني وبدك إيه يمشي بالقانون الأرثوذكسي ما هو له إلا الاسم بس القانون الأرثوذكسي بالنتيجة بس، ولكن مش رح نرجع نحكي عن الموضوع يلي هو على كل حال طبعا انه في الوقت رح انا برايي رح بيرجع بينطرح بقوه على الساحه السياسيه. بعدكم متاملين بالارثوذكسي؟ ليش لا؟ ما انه موجود العظام وهي رميمه يا خيي، ليش لا؟ يعني اذا قلنا احسن منه هالموجود على جدول اعمال مجلس النواب على كل حال، يعني وقديش بده يصير فيه؟ هو لو بده ينطرح كان انطرح قبل ما يتمدد للمجلس النيابي. يا دكتور عون، خلينا نحكي بشيء واقعي عن جد، انتم متاملين بعد؟ نحن بتحلموا يرجع الارثوذكسي للتداول؟ لا، مش انه نحلم بعد، نحن عم نحلم على كل حال بقانون عصري بيعطي المسيحيين حقوقهم، بيعطي المسيحيين حقوقهم. طيب اعطونا شيء قانون انتخابات يعطي، اعطونا جيبونا شو واحد. بعدين على كل حال يعني انه خلينا نشوف التطورات السياسيه حاليا الى اين نحن ذاهبون، يعني بالنسبه للبنان وبالنسبه للشرق طبعا، انه طبعا كل المواضيع مطروحه على كل حال، مش عم بينحكى بس بيكو جديد على كل حال، يعني بالمجتمعات السياسيه اليوم بينحكى كاري لافروف جديد. شو بدي اقول لك، يعني الامور طبعا انه يمكن ان تتطور وتتغير يعني على المدى المنظور، وكل شيء ممكن طبعا. نحن بدنا معركه رئاسه الجمهوريه، اللقاء الارثوذكسي موجود على جدول اعمال مجلس النواب. دكتور عون، معركه رئاسه الجمهوريه جديه، البعض يخشى من حصول فراغ رئاسي يمتد الى اكثر مما امتدت اليه الازمه الرئاسيه بعد خلو الكرسي في بعبدة من بعد انتهاء ولاية الرئيس لحول. لك على ضوء الفراغات اللي عم نشوفها حاليا والتمديدات اللي عم نشوفها حاليا، طبعا انه شو رئاسة الجمهورية هي بمنقى؟ لا، منا بمنقى ابدا. رئاسة الجمهورية كمان على كل حال نحن بنشوفها اليوم بالواقع انه قد ترى فراغ فيها على كل حال على المدى المنظور، لانه بالنتيجه لقينا حالنا انه بعمليات تمديد وعمليات فراغات عم تحصل، وهذا الشيء كمان قد ينطبق على رئاسه الجمهوريه. منا شايفين اليوم بالانقسام العمودي الموجود بمجلس النواب وعلى بالطبقه السياسيه اللبنانيه الحاليه انها حقيقه بتقدر توصلنا لا الى تمديد ولا الى انتخابات رئاسيه جديده، هذا شيء واضح اذا بدك بالنسبه للتوازنات السياسيه يلي مكون منها البرلمان اللبناني الممدد له حاليا. بقى انا بعتقد انه طبعا هناك خوف كثير كبير، يعني بدنا عجيبه من ربنا على كل حال مشان لحتى نقدر نوصل لانتخابات رئاسيه. خليني اقول لك انه قد يكون الحل بهالموضوع هذا
بإعادة طرح موضوع قانون الانتخابات، إعادة طرح موضوع الانتخابات وإجراء انتخابات نيابية جديدة. طبيعي هو بتشرين. إذا هالأمور بتحصل حاليا وتأليف حكومة ساعتها على ضوء مجلس نواب جديد منتخب، أوكي؟ أنا بقول لك إنه بكون خلصت لبنان، بيكون اللبنانيين خطوة جبارة ومهمة كثير باتجاه خلاص لبنان، بس ولكن برجع بقول مثل ما بلشنا الحلقة نحن وياك إنه للأسف إنه القلائل منهم السياسيين اللبنانيين هن أسياد لمواقفهم السياسية، أما الأكثرية هي تخضع لإملاءات خارجية وللأسف. مقتنع التيار الوطني الحر إنه ما رح يتمدد له للرئيس سليمان؟ منا شايفين بأي توازنات بده يتمدد له، أكيد كيف بأي أكثرية سياسية بتعرف بدها تلتين. الموضوع بده تلتين مجلس النواب، منين بيجيبوه التلتين؟ شو ما تعمل؟ بركي حزب الله أي خلطة بتعمل لحزب الله إنه بيشبه عملية التمديد؟ بركي ما حدا بيعرف شو بركي انقلبت المواقف. لا لا فيني أقول لك إنه أكيد لا، بتعرف إنه اليوم حزب الله والفريق حزب الله على كل حال والفريق الشيعي بشكل عام على كل حال منه كثير على ود ومحبة مع فخامة رئيس الجمهورية. يعني أنت برأيك نحن مقبلون إما على فراغ وإما على انتخاب رئيس جديد، لكن ليس لتمديد لرئيس الجمهورية ولا انتخاب رئيس جديد ولا في انتخاب ولا رئيس. انتخاب رئيس جديد مش عم تحصل، ما حتحصل، لأنه برجع بقول التوازنات ما بتوصل لرئيس جديد. طبعا رح بينحكى بكرة بعد من هلأ لشهرين ثلاثة رح بتشوف أنه انطرح موضوع تسلية جديدة، لأنه نحن نطرح تسلية بكل شغل بتسلى. غمض عين فتح عين بكرة، غمض عين فتح عين بعد شهرين آخر السنة، أوكي؟ بآخر السنة برش انطرح الرئيس الجمهورية، هذا فلان مرشح وفلان مرشح وهذا مين معه وهذا مين ضده، وتبلش الزيارات وبيصدقوا حالهم والبدكية وبيركضوا وبيتوددوا، بس ولكن القرار مش هون، القرار هو خارج الحدود اللبنانية وللأسف. شغلة واضحة واضحة، يعني أنا بقول لك إنه إذا اتفقت إيران مع السعودية ومن وراءهم الجبارين، يعني إنه هن سامحين بعملية سماح، أنا فيني أقول لك إنه لا، بهالحالة بتتغير المعادلة، بس ولكن انه برجع بقول انه ألا على اللبنانيين ان يخطوا الخطوات الطبيعيه الدستوريه القانونيه للوصول الى هذا الهدف. قانون انتخابات فانتخابات فحكومه فرئيس الجمهوريه، وانا بعتبر انه بهالطريقه بنكون خلصنا البلد. دكتور عون، كيف قريتوا ترشيح غير الرسمي لسمير جعجع لرئاسه الجمهوريه بمعرب؟ يعني قبضين وجد؟ يعني قبضين الترشيح أنا جد؟ أنت قلت قبضين وجد، أنا بدي لك مش الدكتور جعجع، الترشيح نحن بدنا نقبض وجد، معقول نحن منقول شو الوائحة؟ ليه؟ منقول وائحة ماروني، خليني لك أنا بكون بكل وائحة يا خيي. لا لا أكيد أنه بدي أحكيها بفهم الملآن على كل حال، يعني أنه بالنتيجة في حدا ما بيعرف تاريخه خيي، اوكي عمل زعيم اليوم زعيم حزب وزعيم بهالبلد، اوكي بالمعادله السياسيه، رئيس جمهوريه يلي بيعمل نظرا للتاريخ المجيد يلي عنده اياه، نطلع بالتاريخ، اذا بدنا رئيس دوله نحن، بدنا رئيس جمهوريه يحتذى فيه العالم، يعني بيكون هو حقيقه يعني قدوه، يعني العالم بتطلع فيه بتقول انه ليك ما شاء الله عليه، اذا بيحكي بمحاربه الفساد بيقولوا عنه كف نظيف لحتى يحكي بمحاربه الفساد، اذا بده يقولوا عنه بده يحط قوانين وكذا بده يحترم القوانين والدساتير. خليه بمحل ما هو، خليه محل ما هو كثير منيح، رئيس حزب بزيادة. السعودية معه، الأمريكان معه، الفرنسوية معه، في فريق كثير كبير لبناني معه، مسلمين معه. بس ما بيوصلوا لمحل، بده يكون حقيقة في عنده أكثرية الثلثين النيابية في المجلس النيابي اللبناني، هذا هو اللي بده يوصله، أكثر من هيك ما في شيء بيوصله، بقى معنى شيء، يعني أنا إذا النصيحة بدي أعطيها معنى شيء، أنا أكبر منه سنا كمان ولو كأنه هو زعيم بالبلد، يعني نحن مواطنين كمان في إلنا كلمة نقولة إنه معنى شيء ما يتحدى شعور المواطنين اللبنانيين أكثر من هيك. أنا بدي أشكرك دكتور ماريو، أهلا وسهلا فيك، الوزير السابق وعضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء جديد بحوار اليوم.